دولة علمانية في أمن، في اقتصاد جيد، حياة طبيعية. بعدين ما في أمان، أهم شيء ما في أمان للمجتمع. يعني أي حاجز لداعش، مين ما شاف مسيحي بيذبحه. واحد مسلم خبرني إنه عم يلحقوك على الخطوة، يعني بدي يجوا عبيتك يقتلوك. انجبرت طلعت، واللي أنا بالأول ما نافي الطلعة من سوريا أبدا. هون هربت، يعني غريب عن بلدي، عن أهلي، ما عم شوف أهلي، ما عم شوف بلدي. مساعدة المسيحيين، تثبيت المسيحيين بسوريا والعراق، هذا عمل إنساني كبير، وإلى خدمة المسيحيين. لأنه الشجرة إذا قطعنا جزرة تيبس، والمسيحية جذورها هي بيت لحم وسوريا. بتشكرهم كتير، وبتمنى الناس كلها هون إذا اللي بيحسن يساعد يساعد منطقتنا لتثبيت المسيحيين ببيوتهم وأراضيهم. حسيت هلا بزيادة إيماني بحيث المسيحية وين ما كانوا يكونوا إيد وحدة ليبقوا بالعالم وينشروا السلام والمحبة.